هاي جايز، اهلا بكم على قناه سمر تايم. فيديو النهارده فيديو مختلف في المضمون وفي الشكل. الفيديو عباره عن الروتين اليومي بتاعي اللي انا بعمله في يوم الاجازه، بعمل ايه في الاجازه. هتشوفوا معايا انا بعمل ايه خلال اليوم، وبروح فين، وباجي منين، وباكل ايه، وبشرب ايه. فيا رب يكون ده حاجه يعني انتوا حابين تشوفوها. الحاجه الثانيه ان الفيديو كولابوريشن مع قناه بتاعه حد نوال من الجزائر. القناه بتاعتها اسمها نوال تي في، وهحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت عشان تروحوا تشوفوا برده. هي برده تعمل نفس الفيديو يوم الاجازه بتاعها بتقضيه ازاي وكده. نوال عايشه في انجلترا، انا عايشه في امريكا، فدولتين مختلفين، فاكيد الحاجات اللي هي بتعملها هتكون غير يعني مش بالظبط. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتلاقوه مسلي تستفيدوا منه اي حاجه. لو عجبتكم فكره الكولابوريشن قولوا لنا، عشان لو كده ممكن نعمل فيديوهات تانية كتيره، او ممكن نعمل فيديوهات مع ناس تانيه. لو عندكم اي اسئله اقتراحات ما تنسوش تبعتوها لي، ورايكم برضو تبعتوه لي على الفيسبوك او على الانستغرام، او تسيبوه تحت في الكومنت سيكشن تحت الفيديو. اسيبكم على الفيديو. طبعا يوم الاجازه الصحيان بقى متاخر وبراحتي، فبقعد لحد الساعه مثلا 10 ولا حاجه اتقلب في السرير لحد ما اصحى. اول حاجه بعملها طبعا بجيب التليفون واقعد ابص على المسجات والفيسبوك والانستغرام، واشوف مين بعت لي مسجات وانا نايمه. بقوم طبعا بعد كده اول حاجه بعملها ان انا بحاول اعدل شعري، لان بيبقى يعني هو كده كمان متسرح وملموم عشان التصوير، انما انا بقوم شعري بسيبه يعني مفروض وانا نايمه مش بلمه. بس فاول حاجه بعملها ان انا بلمه عشان اعرف اغسل وشي. واول ما اقوم من السرير انا عندي نتيجه جنب السرير زي ما انتم شايفين كده، بحب ابص فيها لو عندي مواعيد النهارده او اي حاجه، عشان انا بنسى بطريقه فظيعه، فلازم اكتب كل حاجه عندي في النتيجه. لو ما عنديش اي حاجه بدخل على طول على الحمام. طبعا اول حاجه بعملها بغسل سناني، ولازم اعمل لساني بالذات، لان اكتشفت قريت مقال مؤخرا ان اغلب الريحه الوحشه بتاعت الفم بتيجي من اللسان، فدي حاجه بهتم بيها قوي الصبح. وبحب اغسل سناني يعني مش بالميه بس، بحب اعمل اللي هو المضمنه من كولجيت تقريبا. بعد كده بغسل وشي بالغسول اليومي بتاعي. مش هتكلم تفاصيل عن الروتين اليومي بقى للبشره والعنايه والحاجات دي، علشان طبعا انا عامله فيديو منفصل ازاي بغسل وشي وكده، فهحطه لكم برده في الديسكريبشن بوكس. بعد كده بحب انشف مناخيري قوي بعد ما اغسل وشي، بحس ان انا الميه دخلت في مناخيري مش عارفه لو انتوا كلكم كده. النهارده طبعا يوم الاجازه هروح الجيم، فانا بطلع هدوم اللي انا هلبسها من الجيم، وبعد كده بمسح وشي على طول بتونر. طبعا ما فيش ميك اب بقى ولا اي حاجه، طالما ما عنديش مواعيد مهمه النهارده ما بحطش اي ميك اب خالص، هو بس تونر. وبعد كده الكريم مرطب، وكمان بيبقى كريم خفيف، يعني انا كمان هنا مستعمله السيرم مش كريم كامل يعني، وما فيش طبعا صن بلوك ولا اي حاجه. بعد كده هغير طبعا اللمسه السحريه العصايه السحريه بس ده لسه الجيم بتاعي. بحاول اعدل بقى السرير كده وارتب الدنيا وارجع كل حاجه مكانها، عشان لما برجع ببقى طبعا هلكانه وممكن يبقى ورايا حاجه بعد كده، فما بحبش ادخل الاوضه والاقي كركبه. فبعد على الاقل السرير يعني او اي حاجه استعملتها برجعها مكانها. بحضر شنطتي، لان انا باخد يعني في العادي انا باخد دش في الجيم، بعد ما بخلص الجيم بدخل على طول بغير، وببقى معايا كمان غيار تاني، ومعايا الحاجات بقى اللي استعملها الشامبو كده. بس في الفيديو هنا انا ما خدتش دش هناك، بس حبيت اوريكم يعني الحاجات اللي باخدها في الشنطه. الجزمه طبعا او الشوز بتاعي ما بحبش البسه وامشي بيه من الاوضه لحد الباب، فبحب البسه قبل ما اخرج على طول. بس عندي محل بقى القهوه ستاربكس قريب من البيت، فبنزل اتمشى لحد هناك واسمع بقى مزيكتي وكده، واحاول طبعا لو الصبح بدري شويه بقى يعني بستمتع بقى بالجو وكده. عندنا مفيش شتاء بقى ولا ثلج ولا مطر ولا الكلام ده في هاواي، فبتبقى حاجه حلوه قوي ان الواحد يمشي الصبح كده يشتري قهوته. بس انا في العادي بشتري my favorite is the caramel macchiato. قولوا لي انتوا بتحبوا تشربوا ايه من ستاربكس. انا بحب ماكياتو، في الغالب بجيب الجراندي، بس ساعات بجيب الفينت لو انا يعني طفصه قوي، وبجيب الفطار بتاعي. كل مره بحاول اجرب حاجه مختلفه. المره دي انا جبت سبينتش راب بالبياض، يعني بياض بيض بالسبينتش ومع الجبنه،
بس واقعد اتفرج على العالم بقى شويه كده لحد ما الاتوبيس بتاعي يجي. وعلى طول طبعا وصلت الجيم. بس ببدا بعمل التمارين بتاعتي كده واحده واحده. انا ما عنديش روتين ثابت قوي في الجيم، هو اساسي بجري نص ساعه، وبعد كده التمارين بقى اللي بعملها بتبقى مختلفه كل مره. ساعات بركز على الرجلين، ساعات بركز على البطن، ساعات بركز على الدراعات. ما حبيت اعمل لكم تشكيله كده يعني. لو حابين تشوفوا فيديو كامل عن الروتين اللي بعمله في الجيم او الورك اوت بتاعي قولوني وانا ممكن اعمله لكم. انا لما وصلت كنت خارجه يعني معزومه على العشاء انا واصحابي وكده، فعلى طول هشوف انا هلبس ايه واحضره. دخلت على طول اخدت دش بسرعه، وبعد كده يعني ما حبيتش اركز قوي اضيع وقت في الميك اب وكده، لان انتوا عارفين انا يعني فيديوهات الميك اب مختلفه. فبس حبيت اوريكم انا هلبس ايه، وبس بظبط شعري وكده. زي ما انتوا شايفين عندي مرايتين قدام وورا. بس بحضر شنطتي، بحط مفاتيحي الكروت بتاعي والشنطه بتاعتي، وهو ده كده.